or to on to our next and final presenter. The interesting thing about her is that today afternoon she was in Kuwait. Yeah. She took a flight here. She got here about 2 hours ago, and then she came straight to the event. The interesting thing about her is she's a شجرة الزيتون في فلسطين عاشقة القمر ولاجئة الشعر ونثر في رداء صحيفة. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Dima Khatib. السلام عليكم. من لا يتكلم العربية هنا؟ من لا يفهمني الآن؟ الكل يفهم العربية؟ Everyone speaks Arabic? Oh, who doesn't? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, since we have democracy in the Arab world, Arabic rules tonight. So this is Faris. هذا ابني فارس. عيناك أسلحة نووية، فتاك تفجر فيا كل ما فيا. شفتاك أسلحة نووية ترعبني، تعصف بكياني، أختنق ولا تدري ما بي. لكني صرت أخشى أن تصل الحرب قبل الحب، فأحبني الآن بكل أسلحتك البرية والجوية النووية والكيماوية وحتى البيولوجية. لن تهمني معك كل ضرباتهم الحربية، أفضل الموت على يديك حبا وعشقا بدل الموت على أيدي جيوش عربية أو جيوش أجنبية باسم الحرية. أفضل الموت على يديك حبا وعشقا بدل الموت على أيدي أسلحة على أيدي جيوش عربية أو جيوش أجنبية باسم الحرية. حبك هو الحرية، فأحبني لا ترأف بي وعجل، اخطف لي وردة هدية، عجل قبل أن تودي قذيفة ما بك وبيّ.